وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار محافظة شبوة الأستاذ محسن الحاج. أستاذ محسن، مرحبا بك معنا. بداية، يعني ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها السلطة المحلية في شبوة بعد 3 سنوات منذ تولي المحافظ محمد صالح بن عدياو؟ مرحبا بكم وبالمشاهدين جميعا. حصلت خلال 3 سنوات في محافظة شبوة نقلة نوعية في مجال التنمية، وحققت الكثير من المشاريع، شقة الطرق وافتتاحات المدارس والمعاهد، وتم افتتاح جامعة شبوة والعديد من المشاريع. لا نستطيع حصرها مشروعا مشروعا، إنما هناك العديد من المشاريع في مجال الطرقات والصحة والتربية والخدمات والمياه والكهرباء وغيرها. طيب، ما الذي يعد من أبرز وأهم هذه المشاريع التي افتتحت يعني خلال هذه السنوات الثلاث الماضية؟ جامعة شبوة هي الحدث الأبرز في محافظة شبوة، كونها صرح علمي، والعلم هو أساس نهضة كل الشعوب. يعني هناك مشاريع أخرى مثل مشروع المستشفى الجديد الذي صدر قرار جمهوري باعتماده كهيئة مستشفى في محافظة شبوة. وهناك مشاريع ما زالت يجري الحديث عنها ومتابعة إنجازها، مثل المحطة الغازية. رغم صعوبة هذا المشروع، لكنها ما زالت السلطة المحلية بالمحافظة عازمة على إقامة هذا المشروع. نعم. لما له من أهمية. وهناك مشاريع عديدة لا نستطيع حصرها مشروع. نعم. ماذا عن إعادة العمل بميناء قنا؟ ميناء قنا تعثر العمل فيه بسبب بعض بنود الاتفاقية مع الشركة السابقة، لكن هناك تعديلات على الاتفاقية وسيفتتح وسيعود إلى العمل خلال الشهر القادم بإذن الله تعالى. نعم. طيب سيدي، ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه السلطة المحلية؟ هناك معوقات كثيرة، وكل عمل كبير كهذا لا شك ستعترضه كثير من العراقيل والمعوقات، لكن كل هذه المعوقات بإرادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ والاصطفاف الشعبي والجماهيري والاجتماعي والسياسي وكل القوى والقوى السياسية في المحافظة، كل هذه ستذلل بإذن الله تعالى ولن يغلب إرادة أبناء شبوة شيء. نعم. يعني هل يراد لشبوة بعد 3 سنوات على قدوم بن عدياو أن تجعل من ضمن الصراعات التي تخوضها الكثير من المحافظات اليمنية حاليا؟ وضع اليمن بشكل عام أدى إلى العديد من المشاريع والصراعات المختلفة، وفي كل ويبدو أن تقريبا في كل محافظة هناك صراع بسبب هذه الحرب التي حصلت، وشبوة واحدة من هذه المحافظات التي تعاني هذه الصراعات وهذه المشاريع التي تريد أن تحل مشاريع الملشنة ومشاريع التمزيق ومشاريع الدمار، بدلا عن مشروع الدولة ومشروع الاصطفاف ومشروع التنمية ومشروع الدولة والجمهورية. نعم. طيب أستاذ محسن، يعني ما الذي تحتاج إليه شبوة اليوم من الحكومة واليمنيين بشكل عام حتى تواصل مسيرة التنمية والبناء؟ شبوة تريد من الدولة المركزية أن تقف إلى جانبها في كل المراحل. شبوة اليوم تمثل الدولة، تمثل الجمهورية، تمثل مؤسسات الدولة. شبوة تريد أن تقول لا لأي مشروع يقذب هذه المحافظة أو هذا الوطن بشكل عام. شبوة
ترفض كل المشاريع السلالية والكهنوتية والقروية، وتقول نعم للدولة ولقانون الدولة ولمشروع الدولة. إذن مستشار محافظ شبوة الأستاذ محسن الحاج كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.